مرحبا. لن تسلم من كلام الناس، الفقير لا يسلم، والغني أيضا لا يسلم، البخيل لا يسلم، والكريم لا يسلم، والتقي لا يسلم من كلام الناس، والعاصي أيضا لا يسلم من كلام الناس. فلو صليت أديت الصلوات الخمس، ترى البعض يقول الصلاة الآن تشغلك عن أمور مهمة كتحصيل المال لزوجتك وأولادك، ولو حججت في سن الشباب يقولون لماذا الحج الآن عندما تصير عجوزا تحج بيت الله، وإذا زكيت مالك يقولون وكيف تزكي المال الآن وقد تصيبك الآفات والأمراض. قد قال بعضهم وما أحد من ألسن الناس سالما، ولو أنه ذاك النبي المطهر. اجعل همك هما واحدا، رضا الله سبحانه وتعالى. إذا أصلحت ما بينك وبين ربك فلا تبالي بما وراء ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه، ومن أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رضا الله غاية لا تترك، ورضا الناس غاية لا تدرك. فادرك ما لا يترك، واترك ما لا يدرك، والله تعالى أعلم وأحكم.